وانا بقول للولاد فكروا كتير بعد الاعداديه، لانه ده قد تجدوا فيه نفسكم وتجدوا فيه هواياتكم ومدارس الحياه اكثر من رائعه، وبدعوا الناس انها تزورها على الاقل. هو ايه اللي يفرق التعليم الفني عن التعليم العادي؟ او ليه خلينا نتكلم على التعليم الفني بصوره عامه عن التعليم العادي. التعليم الفني اقوى من التعليم العام بمراحل. ازاي؟ وكل الكليات العليا اللي احنا بنسميها عليا اللي هي طب وهندسه وخلافه دي يتم التاهيل ليها او الالتحاق ليها من خلال الثانويه العامه. ما هو دي منظومه التعليم بالكامل بقى اللي احنا هنجيلها. تمام. اللي هنبتديها من واللي انا بتكلم فيه ده على فكره ده مش اختراع او حاجه احنا شايفينها او نظريه، دي حالات عمليه وامثله مطبقه في دول بقى 10 سنين. التعليم الفني بيبدا من مرحله من اتنين، من بعد التعليم الاساسي. التعليم الاساسي اللي هو اول 9 سنوات في التعليم اللي هم عندنا هنا ابتدائي واعدادي، او بعد او في المرحله الجامعيه او في مرحله. هو التعليم الفني له مدخلين. اللي بيميز التعليم الفني عن التعليم العام ان التعليم الفني تعليم متخصص رقم واحد، رقم اثنين تعليم في جانبي العلم والمعرفة وهو الجزء العملي والجزء النظري. لو ناخد التعليم العام وبتعريف كلمة عام فهو شامل حاجات كتير، فما فيهوش التخصص بتاع التعليم الفني. رقم اثنين التعليم العام هو تعليم أكاديمي فقط لا غير، لا يوجد فيه أي جزء عملي أو الخبرة باخدها من كتب أو الفكر أو العلم أو التجربة، باخدها من كتب بسمع عنها في كلاس روم في فصل دراسي ولا أمارسها. تمام؟ التعليم الفني فيه جزئين، في الجزء الأكاديمي النظري اللي بتعمل في كلاس روم، وفي الجزء الفني اللي بيتطبق على أرض واقع سواء بتدريب أو بتأهيل على الأرض في ورش في التعليم الصناعي أو في مصانع أو زي حالتنا احنا في معامل مخصصة للتدريب على التخصصات بتاعتنا، أو بنزول فعلي على الأرض والحصول على تدريب في مواقع للعمل